أنا بيشرفني وشرف كبير إلي أن يكون مع الأستاذ باسل خطيب المخرج المبدع اللي حقق سلسلة إنجازات سينمائية بالفترة الأخيرة. بيشرفني أن يكون معه بفيلم الأب اللي بيحكي عن حصار التنظيم الإرهابي داعش لأحد المناطق السكانية. فيلم الأب مثل ما شفتوه مأساة حقيقة، يعني كيف عم تشرذم عائلاتنا وأسرنا وأبنائنا في ظل هذه الظروف وهذه الحرب المفروضة علينا. أنا الحقيقة بكيت بالفيلم رغم أني من المشاركين لازم أكون مراقب وجداني، لكن والله وللحق أني بكيت من الأعماق. إن شاء الله بترجع سوريا آمنة كما كانت وأجمل. من ناحية هاي التجربة أنا لقيتهم هدول أحلى تجارب حياتي، والدور كان كتير مؤلم للبنت إنه هي تترك أهلها وتبتعد عنهم وتضطر إنه تقعد مع ناس هي يعني ما أنا متقبلتهم، ما بتحبهم، ما أنا مرتاحة معهم نفسياً. بس تجربتي مع الأستاذ باسل الخطيب كانت كتير حلوة، من أحلى تجارب حياتي، هو كتير ريحني وكتير ساعدنا بالتصوير. أول تجربة سينما لي، وطبعاً هيك أنا بعتبرها فرصة كتير، يعني تجربة كتير كنت مبسوطة فيها، وأنا بتشكر أستاذ باسل الخطيب على هاي الفرصة. رغم كل الظروف يعني هيك كان في محبة شديدة، الحمد لله نتيجتها هيك بتطلع. فشو بدي أحكي عن الفيلم، أنتوا شفتوه، فلحنا هلأ عم نستناكم تقولوا لنا أنتوا شو رأيكم بالفيلم وتطمنونا بصراحة يعني، فالرأي عنكم. أما بالنسبة كمان لخبرتي فأكيد أنا سعيد جدا بهي التجربة الجديدة مع الأستاذ باسل، وإن شاء الله لقدام أتمنى أنه يكون في كمان شغل مع الأستاذ باسل. الفكرة بالفيلم كلياته لها علاقة أو اللي خلاني أنا شارك فيه بالأساس، أنه هو مثل ما شفتي هو له نحن عم نعيشه وفي شعبنا نحن عم نعيشه بمناطق كتير. لك كان بحكي من شوي أنه نحن كنا عم نصور بأماكن، في عنا إحساس أنه هاي الأماكن نفسها من يومين أو من فترة بسيطة صارت فيها قصص شبيهة لهذا اللي عم يصير. كان ظروف التصوير صعبة، بنفس الوقت ظروف الشخصيات وحالاتها صعبة، لأنه كل الوقت نحن عم نحاول نعيشها ونحن عارفين أنه الواقع اللي كان موجود أو لساته موجود هو أقسى. فيلم الأب يعني أنا سعيد أولا بهذا الإقبال اليوم الكبير لحضور الفيلم، وسعيد أنه الفيلم ترك هذا الانطباع، وأنا بالحقيقة كنت حابب أحكي عن الفيلم بعد العرض، ما كنت حابب أحكي عنه بعد العرض. الحمد لله أنه الشيء اللي قدمناه اليوم يليق بسوريا، يليق بتضحيات الشعب السوري، يليق بالسينما السورية. نتمنى يعني أنه هذا الفيلم فعلا يوصل لجمهور أكبر داخل سوريا وخارج سوريا. فيلم الأب هو جزء من المحاولات اللي عم تحاول تأكد طوال الوقت بالتجاور مع أعمال أخرى أنه نحن ما زلنا مصرين على أنه على ثقافة الحياة، وما زلنا مصرين مثل ما قلت أنا ببداية الهي أنه لسه في متسع نمارس فيه شغفنا، حلمنا بصناعة سينما صادقة ومؤثرة. الأب هو واحد من هذه النتاجات المشغول بعناية، واللي حاولنا من خلاله فعلا أنه نقارب الوجع السوري وأن نحكي عن نماذج سورية مصرة على أن تستمر وأن تعيش.